السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشمهندس مصطفى. اتفضل. استاذ حضرتك، انا الاضحيه لو بتتقسم على 7 لازم كل واحد صبع، ولا ممكن واحد ياخد ربع والستة يشترك في اقل من السبع؟ اقل نصيب للفرد وعائلته سبع بقره، اما اذا اخذت اكثر، اذا اخذت 7 او ربعا لك انت واهل بيتك اجزأ عنك، اما الذي ياخذ 7 عن نفسه واهل بيته لا يجزئ عنه في الاضحيه. الذي ياخذ اقل من 7 عفوا الذي ياخذ اقل من 7 لنفسه واهل بيته لا يجزئ عنه كاضحيه.